يسرني جدا أن أقدم لكم ممثلة عن الشباب المغربي الآنسة مريم موهوب، والتي أدعوها لأخذ الكلمة أمام الجلسة للحديث عن مستقبل كوكبنا. مريم، لكم الكلمة. Your Majesty, Mr. Secretary General, Mr. President of the General Assembly. فلول ما قالوا ليش بأنه غادي نقرأ قدام جلالة الملك، وما قالوا لي بأنه غادي يكون انديريكت. قالوا لي أنا غادي نقرأ واحد لو ديسكور قدام شي ناس وصافي، وغادي يزيدوا لي بشوية بشوية، واحد شوية زادوا لي قدام جلالة الملك. قلت ماشي مشكل، واخا هكاك غادي نحاول. ولكن صراحة فاش قالوا لي انديريكت هو فاش دخلت، حيت خفت نمشي نقول تخرج لي شي كلمة في شكل ولا نقول شي حاجة ماشي هي هذيك، وغادي يكون تسمعها بزاف ديال الناس. هذه هي اللي خفت منها، ما صراحة ما دخلتش، اللي كانوا بزاف ديال الناس. هو صراحة نكون قرأتوش 4 مرات، حيتاش ما اضطريتش اني نقرأ أكثر، حيتاش حسيت به المرة الأولى فاش قريته، حسيت به حيتاش برأيي ديالي هذاك الشيء هو فاش كنا تنفكروا كاملين حنا كشباب. هذيك هي الفكرة اللي كانت عندنا، هذاك الشيء هو اللي كنا تما كاملين، هو اللي كنا غادي نبغيو نقولوا. داك الشيء باش ما اضطريتش اني نقرأ أكثر من 4 مرات، حيت كنت حاسة به. قريته هو دخلت واحد الوقيته حيت ملي شفت جلالة الملك تيهضر، شفت لا سكرتير جينيرال ديال لي بروبليم كليماتيك، لي شانجمون باردون كليماتيك. دخلت واحد شويه حيتاش تيهضروا افيك اون ايزونس اللي انا ما كنتش موالفه عليها، تيهضروا بواحد السهوله وتيستعملوا واحد لو لانجاج اللي انا ما كنتش موالفه عليه. وكاين اللي يهضر بالعربيه، اللغه العربيه الفصحى، واللي يهضر ثاني ان فرونسي، واللي يهضر ان انجلي. وما عرفتش واش كيفاش خصني نهضر، واش نهضر عادي ولا واش ما عرفتش كيفاش ندير. ولكن صراحه ملي نض فوق لو بيبيتر قدرت بانني نقراه مزيان جو بونس، حيت في المدرسه ديالتنا عندنا دي زاكتيفيتي، تيكون عندنا ان ديبا، يعني مولفنا اننا نشوفوا بزاف ديال الناس ونهضروا قدامهم. داكشي باش يمكن ما تخلعتش بزاف في وسط لو ديسكور، ما تخلعتش صراحه. ولكن فاش سلمت على جلاله الملك هي فاش تخلعت، حيت ما عرفتش ملي تشوف شي واحد اللي عنده أهمية لهاد الدرجة، شي واحد اللي دار مش حال من حاجة في حياته، اللي بزاف ديال الناس تيحترموه، بزاف ديال الناس تيحبوه، واللي القرارات ديالو تتسمعوا في المغرب كامل وشي مرات حتى في العالم، وتيقدر واحد المجهود صغير اللي درتيه انتيا كشاب عندك 16 عام، تتكوني جالسة قدامه في نفس الكرسي وتنوض يسلم عليك. بحال أنا ديك ساعات هي فاش دخلت وطلعت لي البكية. ولكن من غيره هو صراحة جلالة الملك ظريف بزاف. حيت ما توقعتوش انه يجي يهضر معايا، بكل صراحه ما توقعتوش بانه يجي يهضر معايا. قلت غادي نسالي لو ديسكور وصافي. ولكن ملي جا يهضر معايا جلالة الملك حسيت بالفخر بالمعقول، حيت حسيت بانه المجهود الصغير اللي درت انايا جلالة الملك قدرو وسلم عليه وشكرني عليه. وديك ساعات عاد حسيت انا بالفخر. جلالة الملك ديك ساعات كان خارج غادي في حاله، هو بكثرت الصدمه والله ما عقلت. كنت ما عقت ما والله ما سمعتوش شنو قال، حيت كنت مخلوعه وما توقعتوش انه يجي يسلم عليا. بقيت غير حاله فمي ما فهمت والو، ما قلت والو، ما سمعت والو.